تم نهار أمس الإجراءات اللازمة اتخاذها للوقاية من المتحورة الجديدة الموجة الرابعة وضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي بالمساجد وعدم التهاون في تطبيق التدابير الوقائية من حمل السجادة وارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم وغيرها، من توصيات اللجنة العلمية الوزارية للحفاظ على الصحة العمومية وحماية المواطن من التأكيد على مواصلة عملية التلقيح عبر المساجد. تغطية للزميل رضوان غلمي. المساجد دائما في الريادة وفي المقدمة على هذه الموجة الرابعة والمتحور الجديد الذي للتقليل من هذه الإصابات، فعقدنا هذه الندوة المباركة بمسجد الرحمن يوم الخميس بتوجيهات سيد والي الولاية والوزارة الوصية حول أن يكون الرجوع إلى تطبيق البروتوكول الصحي وإلى الالتزام بما جاء في بيان لجنة الفتوى العلمية الوزارية والمتمثلة أساساً في التباعد وفي الكمامة وفي حمل السجاد وفي كذلك يعني تعقيم الأيادي وتعقيم الأماكن وعدم المكوث كثيراً بالمساجد. وسيكون من خلال السادة الأئمة منابرهم دروسهم من خلال احتكاكهم وتواصلهم مع المصلين اليومي يكون هناك مواعظ خفيفة قبل الصلاة للتحسيس ولبث الوعي الجماعي لكي نصل إلى وقاية صحية لساكنة الجلفة.